اروح لزميلي فاروق صلاح نتعرف على عوده الاهلي للتدريبات مره ثانيه. زي ما قلت لكم امبارح كانت راحه 24 ساعه بقرار من مستر مارسيل كولر. النهارده بدايه التحضيرات والاستعدادات لمواجهه بيراميدز، مباراه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه على استاد القاهره الساعه 9 مساء. وخلينا نروح لفاروق في النادي الاهلي نطمن على تمرينه الاهلي النهارده. مساء الخير يا فاروق. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام والاصدقاء الاعزاء بلال محسن واحمد مصطفى، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت بالفعل يا احمد قلت، اللي انطلق طبعا تدريب النادي الاهلي، التدريب الاول بعد الراحه اللي منحها مستر مارسيل كولر للاعبين لمده 24 ساعه عقب مباراه طلاع الجيش والفوز بهدفين مقابل لا شيء. الفريق النهارده بيبدا استعداداته لمباراه بيراميدز، المباراه اللي هتكون يوم الجمعه القادم على استاد القاهره في تمام الساعه 9. تدريب اول بيخوضه الاهلي اليوم، ثم غدا هيختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق غدا باذن الله للمبيت في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه طبعا للتحضير لمباراه بيراميدز اللي هتكون في تمام التاسعة على استاد القاهره باذن الله. مباراه مهمه وواحده من المحطات الصعبه في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على درع الدوري باذن الله، ولعيبه النادي الاهلي في كامل تركيزها في هذه المباراه باذن الله. اتعرف منك على سكواد الاهلي بدايه. يمكن الفتره الاخيره الحمد لله كتير من اللعيبه اللي كانت بعيده بسبب الإصابة أو عدم المشاركة رجعت وشاركت، وأعتقد أنه النهاردة بعد الأربع خمس ماتشات الأخيرة تحديدا يا فاروق جماهير الأهلي مطمنة لسكواد الأهلي بالكامل، تطمننا عليهم وهل في كمان جديد فيما يتعلق ببيرسي تاو؟ ونعرف منك برضو إذا كان علي كان موجود النهاردة أو تطمننا عليه من خلال التواصل اللي تم بينك وبين الجهاز الطبي. يعني خليني اخد من بيرسي تاو، خليني يا احمد اكد لك خلاص واحسم لك هذا الامر، جاهزيه بيرسي تاو لمباراه بيراميدز. خلاص بيرسي تاو شارك في التدريبين، والنهارده بيشارك في التدريب الثالث، يبقى ثالث تدريب بعد عودته من البرنامج التاهيلي. من الناحيه الطبيه خلاص الامور بالنسبه له انتهت، نزل ايضا الملعب وشارك في التدريبات الجماعيه. النهارده طبعا بيشارك في التدريب الجماعي وبالكامل. خليني اقول لك ان هو واحد من الاوراق المهمه جدا اللي هيكون مع مستر مارسيل كولر في المباراه القادمه امام بيراميدز. السكواد او اللعيبه خليني اقول لك من الامور اللي اسعدت مستر مارسيل كولر على المستوى الشخصي احمد، ان في لعيبه وقت ما الفريق احتاجها او مستر مارسيل كولر احتاجها ظهرت بشكل مميز. يعني كريم فؤاد لما احتاجته في مركز الظهير الايسر ظهر بشكل مميز، عمر كمال ايضا عودته من الاصابه ظهر بشكل مميز، ايضا خالد عبد الفتاح وقت ما احتاجته كان بيظهر بشكل مميز، محمد كريستو اللي بدات ايضا تدخله في الاجواء الفتره الاخيره، محمد طاهر اللي في الفتره الاخيره بيظهر بشكل مميز جدا. الامور دي ادت ارتياحيه اكتر لمستر مارسيل كولر، بقى في حيره من امره من اختيار اي 11 لاعب يكونوا جاهزين للمباراه، سواء يعني انت بتتكلم ان كل اللعيبه ان شاء الله اللعيبه جاهزه. عايز اقول لك النهارده يعني على هامش المران مستر مارسيل كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين طبعا، اللي بيشرح النقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز والطريقه اللي هيقدر يلعب بيها امام فريق بيراميدز. امور كتير جدا مستر كولر بيتكلم فيها مع اللعيبه، قال مش عايز اللعيبه يكون وصل لكم مرحله اشباع، احنا خدنا البطوله الافريقيه لكن بالنسبه لنا الموسم ما انتهاش، بطوله الدوري بطوله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، عايز تركيز في المباريات القادمه. طبعا يعني من الامور اللي مستر مارسيل كولر بياكد عليها من اللاعبين يعني ضروره استغلال انصاف الفرص. الشوط الاول من مباراه طلاع الجيش اتكلم على اللعيبه قال كان عندنا كميه فرص مهدره، كانت من الممكن تدينا ارتياحيه اكتر بدري في المباراه، لذلك طالب من اللعيبه من الدقيقه الاولى استغلال يعني كل الفرص. وقال نقطه مهمه جدا، قال لك لما بتقدر تحرز هدف او اتنين مبكرين انت بتديني ارتياحيه اكتر في المباراه، ان انا اريح بعض اللاعبين اعمل تبديلات بدري. دي من الامور المهمه جدا اللي بياكد عليها مستر مارسيل كولر، ظروف المباراه يعني سير المباراه وانك تحرز هدف او اتنين او ثلاثه بدري في اللقاء بيقدر يسهل عليك الجيم، تريح بعض اللعيبه، تدي فرصه ايضا للعيبه انها تشارك. عايز اطمنك ايضا يا احمد على علي معلول، يعني علي معلول خليني اقول لك نتائج مبشره جدا يعني علي معلول في البرنامج التاهيلي للدكتور احمد جاب الله، وخليني هنا اشيد بالدكتور احمد جاب الله والطبيب اللي كان اجرى جراحه الوتر اكيلس بالنسبه لعلي علي معلول، واحد من افضل الاطباء في جمهوريه مصر العربيه. النتائج مبشره جدا، اعتقد علي معلول يعني عودته هتكون يعني قبل المده اللي كانت محدده، احنا كنا بنتكلم من 4 لـ6 شهور، اعتقد يعني علي معلول هيبقى قبل كده ان شاء الله عودته هتبقى يعني اسرع من المده اللي كانت محدده من قبل. الاوتار والعضلات ومدى استجابتها
للبرنامج التأهيلي بتصير بشكل منظم جدا. عايز اقول لك نقطه مهمه جدا يا احمد، وانا استغل طبعا وجود بلال معاك واحمد مصطفى وان هم دايما بيبقوا موجودين معانا طبعا في الماتشات النادي الاهلي من الملعب. مستر مارسيل كولر عنده رساله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، قال الماتشات اللي جايه او المرحله اللي جايه هي مرحله صعبه جدا، مفيش ماتش عندك فيه رفاهيه انك تفقد النقط. لذلك انا عايز اقول للجمهور يا ريت ما توصلوش للعيبه ان في ماتش سهل وماتش صعب. الجماهير في ماتشات بلاقيها عددها قليل وفي ماتشات بلاقيها عددها كبير، انتوا اللي بتوصلوا للعيبه ان ممكن يبقى في ماتش سهل او ماتش صعب. لازم زي ما احنا بنطالب اللعيبه يكون عندها ثبات في المستوى في كل المباريات، اتمنى ان حضور الجماهير يكون بنفس الشكل في كل المباريات. المرحله اللي جايه مرحله صعبه، سواء في مباراه الدوري عندنا ماتشين مع بيراميدز في 10 ايام ان شاء الله. طبعا يا احمد الجمهور بدءا من مباراه بيراميدز ان شاء الله يكون بكثافه، يظهر بالشكل طبعا ان هو طبعا ليه تاثير على لعيبه النادي الاهلي، ومباراه تكون موفقه باذن الله للنادي الاهلي ويحقق 3 نقاط. احمد طبعا انا موجود معاك في اي استفسار او اي تساؤل. لا شكرا طبعا على الاخبار الوافيه اللي يمكن طمنت جماهير النادي الاهلي على بدايه تحضيره واستعداده لمباراه بيراميدز المهمه جدا زي ما قال فاروق. وبالنسبه للمنافسه على اللقب السنه دي بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق.